في واحدة من أمسيات عمان، وهي تعيش أفراح البشرى والطمأنينة لرؤية قائد هذه المسيرة بصحة وعافية، جاءت ندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ لتسبر أغوار بقعة من بقاع هذه الأرض المتجذرة تاريخا وحضارة بكافة مكوناتها، لتؤكد على الإرث والبناء الإنساني لأجيال عمان عبر حقب التاريخ. هذه الندوة تعد الندوة الأولى على مستوى الولاية، وهي حقيقة تهدف إلى تعليم النشأ أو تذكير الناشئة والشباب بماضيهم التليد وحضارتهم العريقة. إن الجمعية دور كبير في المجتمع، ومنها أنها تبرز دورها اليوم، هي تبرز المعالم التراثية عن طريق لها مسمى الدورات التي تقيمها، وعن طريق إبراز الحرفيين الذين موجودين في الولاية، لتبقى هذه المعالم وهذه الحرف خالدة. من عاداه الجغرافيا بكافة مكوناتها والتاريخ بمختلف مراحله، والذي أفرز مفردات تراثية ومعالم ستظل خالدة، أبرز محاور هذه الندوة التي زينت أروقة مجلس عام أهالي حبرى بالحضور اللافت لمختلف فئات المجتمع. الجهود التي بذلت في إقامة هذه الندوة وما سمعناه من الباحثين في الحديث عنه يؤكد على أراقة هذه الولاية، وأيضا الموروث التاريخي اللي تحمله هذه ولايات السلطنة، حواضرها ومدنها وأسعارها من تاريخ عريق تليد، وهذا يجعل مهمة الباحثين العمانيين والمهتمين في الشأن التاريخي العماني أن يلجوا هذه الكتب وأن يحققوا عليها وأن يتأكدوا من المعلومات حتى الناشئ يستفيدوا منها. في حين جسد المعرض المصاحب للندوة والذي شاركت فيه عدة مؤسسات، جسد التاريخ الحافل لهذه الولاية العريقة، حيث المخطوطات والوثائق التي تحكي فصلا من الإرث الحضاري لولاية وادي المعاول والموروث التقليدي والحرف والمهن التي تشتهر بها هذه الولاية. ندوة وادي المعاول في ذاكرة التاريخ بما حوته من محاور وأبعاد سيثري المكتبة العمانية، على اعتبار أن ما أفرزته عصارة الباحثين والمشاركين في هذه الندوة سيثري المكتبة العمانية لولاية عريقة من ولايات السلطنة. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية وادي المعاول، محافظة جنوب الباطنة.